هاي امتحان ولا حروب؟ حلو كده؟ حد عايز حاجة تانية في المادة؟ عارف منه ايه بقى؟ أدب، أهم من الأدب، يعني ميبقاش فيه معاملة وحشة، ماشي؟ يخش ما يخبطش، يفتح الباب يخش، أنا لو جيت في آخر دقيقة عايز تخش حرام تخش، ما عنديش مشكلة خالص، ماشي؟ موبايلك رن، يا ريت تعمله سيرت أو ما يبقاش أو لا وسيط، رن وعايز ترد من غير ما تعمل إيه سواء أي حاجة رد وما خلص برجع تاني، مش عايز ترجع خلاص ادخل واطلع بره، ماشي؟ ما عنديش مشكلة خالص، بس ما تعملش كيس، ما تعملش أول حاجة تسمع من التاني، تسمع من التاني، قالوا ده بقى الغياب برضه حرام، تسمع مين؟ تسمع مع الأهل مرات. شوية أمور ونقط، خدتوا حاجة تانية في وسطي، وخدتوا أي حاجة أمنية يعني،
احنا على فكره ما شفناش حاجه اصلا، هبدا بالاول ماشي. بس الحاجات اللي بنستخدمها في الحياه ممكن انا اتابع ديزاين بتاع برمجه ولا حاجه وتعمل ديزاين لا لا الاي سي سيركتس الاي والفي ال اس اي وال عايز تستخدم هاردوير حط لي جنب الناس كمبيوتر ولا اي حاجه ثانيه محتاج يبقى عندي سوفت وير او ما اعرفش انت بتسميها ابلكيشن صح؟ الابلكيشن دي بتتعامل مع مين؟ اوبريتنج سيستم على الجهاز عندك ويندوز لينكس ماك اي حاجه من الحاجات الاوبريتنج سيستم عندك صح كده؟ وبعدين عشان اتعامل مع الهاردوير في حته في النص كده ناس كتير بتحب تسميها انترفيس ناس بتحب تسميها بورد بتاع الجهاز ناس بتحب تسميها هي كلها لها مسميات كتير بس كلها اخر ايه شويه الدوائر اللي هي الكتريكال سيستم مش انت خط الدايت والترانزستور والمقاومه والمكثف والمراقبه والحاجات دي كلها مع شويه ايه يا جماعه؟ اللوجيك اللي هي الدوائر ايه المنطقيه اللي احنا هنبدا نتكلم عليها. فاول حاجه احنا حتتنا في الدراسه هتبقى في الحته الصغيره دي. طب هنتكلم فيها على ايه؟ احنا في المنهج بتاعنا هنتكلم على خمس شباب ان شاء الله. اول شابتر شابتر واحد هنتكلم على النمبر سيستم. يعني ايه نمبر سيستم يا شباب؟ انظمه الاعداد او نظام العد هتعد ازاي وتشتغل ازاي؟ عندنا كام نظام في الكام؟ اظن كام نظام عد مشهور؟ أربعة. أربعة. ماشي؟ أنا هاخدهم أربعة مشهور. لسه ما نقولش. طب هنتكلم في كل واحد على إيه؟ هنعمل كل واحد إزاي نعد كاونت؟ وإزاي نكونفيرت؟ نحول من نظام لنظام؟ وإزاي نعمل أوبريشن؟ أسرار الأوبريشن وأي عملية تعملها عليه. الشابتر ده متوقع ياخد كام محاضرة؟ تقريبا من ثلاث لأربع محاضرات. وده غالبا هيبقى أطول شابتر عندنا في الكورس. ماشي؟ ومعلومش أسئلة كتير في الفاينل، عليه في الفاينل سؤالين. شكرا من كده. ماشي طب ليه بناخد بوتيفيه كتير رغم ان هو اسئلته ايه؟ ان هو بيبني للشطر ايه يا جماعه؟ انا تقول في اول محاضره تقول ايه؟ شطر واحد واثنين اثبتهم مش مشكلته في اسئلته في الامتحان مش مشكلته فين؟ ان هو بيبني كل الشغلات اللي جايه بعد كده تمام كده؟ وده الشطر دايما اللي بيخوف الناس من اللوجيك، ليه بيخوف الناس من اللوجيك؟ هو الناس دايما اللي ما بيحبش اللوجيك ما بيحبش اللوجيك عشان الشطر ده ليه؟ عشان في جمع وطرح وضرب والاسم ما بتعرفش طبعا انتوا رياضه فما بتحبوش الحاجات دي فبتبقى عندك مشكله. هو ده هو الشطر ده مشكلته الوحيده انه كله حسابات. وطبعا الكالكوليتر بيعمل الديسيمال والهكسا ديسيمال والاكتر والباينري. الامتحان لما يجيب لك ده ولا ده ولا ده ولا ده لما يجيب لك جيس اصلا انت ايه مش على الحزم. طب حلو ازاي ما احنا هنتعلم مع بعض حلو فمش هخليك ايه يا شباب تمسك الاله الحاسبه تطلع نت تحط روحك تطلع نت لا انا هخليك تمسك الاله الحاسبه تشتغل بيها وتحل مسألة. الاله الحاسبه اللي هي اللي فيها الكمبيوتر دي بتطلع الناتج المباشر في اغلب العمليات دي في ايه؟ في الباينري وفي الاوبتال وفي الهكساديسيمال وفي ايه؟ في الديسك طبعا تسال ده عشان كل انا بقى في الامتحان اجيب لك حاجه حاجه خمسه خمسه حاجه سبعه ماشي مش صعبه بس ايه؟ ما تجيش وش عشان مش اللي عنده قلق اللي عنده موبايل وعنده قلق حاسب عاليه يجيب درجاته اللي عنده قلق حاسب عاليه ما يجيبش درجاته كلنا هنبقى زي بعض نتعلم حاجه واحنا لا الموضوع سهل مش هياخد منك طب مصري شابتر اثنين هنتكلم فيه على البوليان الجبر اند لوجيك جيت والشابتر ده غالبا بياخد فيه من محاضره لمحاضرتين لو احنا قرصنا فيه شويه بنخلصه في مره واحده لو دلعنا فيه شويه ممكن ناخده على مرتين بس اغلب المرات ان شاء الله هنخلصه على مره واحده الشابتر ده على قد ما هو صغير جدا على قد ما هو مهم جدا 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 ده اللي بيبني لك لكل اللوجيك لكل المباراة الجاية سواء الكورس ده أو الكورسين اللي بعده كان أهم كمان من الشابتر الأولاني. الشابتر ده في الامتحان بكتير بيجي عليه سؤال واحد. بكتير بيجي عليه سؤال واحد ده لو ساعات كتير ما بيجيش عليه أسئلة. ساعات كتير بيبقى أسئلة تطلب في الشباب اللي بعده. بس أنت مش هتعرف تحل أي حاجة في الكورس بعد كده من غير ما تبقى فاهم ده كويس. مش أي مسألة في أي شابتر بعد كده هتعرف تحل من غير ما تبقى فاهم يا جماعة. شابتر أكيد ده. شابتر ثلاثة هنتكلم على السمبليفاي ازاي نوصل دايره دله او معادله يعني او اي مساله ممكن هنتكلم في الاول عن ماب وازاي نعمل البرزنتيشن لها وازاي نعمل لها البرزنتيشن تمثيل في الاخر باللوجيك جيت اللي هي بتاعت شابتر اثنين ماشي الشابتر ده هياخد تقريبا من محاضرتين لثلاث محاضرات حلو كده؟ الشابترين الرابع والخامس
4 و 5 انا كان فيهم على كومباينيشنال سيركت. تطبيق بقى اللي انت خدته شابتر 1 و 2 و 3 على الدوائر بتعمل وظيفه معينه هديك فانكشن وتصممها باستخدام دايره ليها شويه دفع وشويه خد باستخدام ايه وبيت شويه البروجكت اللي انت خدتهم شويه قاعده خدتهم شابتر 1 و 2 و 3 الشابترين بقى الاخير اللي هم الرابع والخامس دول على قد ما هم يعني اسمهم شابترين يعني اقل نص مهنه جسميه بس هم تقريبا 90% من الامتحان بيعلموا ليه؟ كل مساله فيهم هتلاقي نفسك بتستخدم شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 فهتلاقيهم كل مساله فيهم بتستخدم ثلاث شباب كده كده او اغلب مسائل بتستخدم ثلاث شباب كده كده فعشان كده هتلاقي الاسئله عليهم يا ولاد كتير في الامتحان يقول لك الامتحان 90% منهم من شابتر 1 او من شابترين هم شابترين عشان انت اصلا مش طالع واحده غير كل مساله ايه؟ ثلاث شباب كده دول بنقعد فيه ثلاث محاضرات اربع محاضرات خمس محاضرات حسب ما ربنا يكرمنا بقى كل ما الوقت معانا كل ما نطول الوقت مضبوط بالدقيق بيكون 30 محاضره لما تحسب المحاضرات كده هتجيب حوالي 12 محاضره من 12 ل 13 محاضره هو الترم 14 اسبوع احنا دايما بنظبط المحاضرات على 12 عشان تبقى في واحده دايما ضايعه يعني بنحاول يبقى في الاخر المحاضره بتسرى في ميد ترم او في حد نقف نعمل ريفيو على المحاضرات او حتى عايزين نرجع عليها دايما بنظبط الترم على 12 مش انا قلت هنا اثنين قلت هنا ثلاث محاضرات او اربعه خلينا نتكلم في اربع اسابيع واثنين سته سته واثنين ثمانيه ثمانية وهنا هنتكلم في أربعة تقريبا من عشرة. فأنت لو خسرت تقريبا في عشرة. إحنا طبعا عندنا أسبوع في الأول بتاع فترة التسجيل وفترة الحاجات دي فممكن لو لقينا نفسنا مسجلين ناخد مرة أو أي مرة على بعض بس السنة كده بنبقى نتعود على بعض الدنيا بقت سهلة والسيستم بقى كويس فممكن نحط لنا محاضرة زيادة. لقينا نفسنا مش محتاجين محاضرة زيادة خلاص الدنيا شغالة زي كده. ماشي؟ حد عنده مشكلة؟ ده الكورس بتاعنا الامتحان طبعا زي ما قلت بقية الأسئلة كلها بتيجي من الشطرة. الامتحان ده الامتحان عليه سؤالين كاملين سؤالين بقى مفروض يعني ده من سبع مفروض الامتحان تمام لان هم بقى عندهم كل التطبيقات اللي ايه الاول حد عنده مشكله نبدا بقى الكورس بتاعنا توكلنا على الله نبدا شغل هنتكلم في شابتر واحد يا اولاد هنطلب قلنا هنتكلم على الكاونت والفيرت وارسم هو قال ايه نمبرنج سيستم يعني ايه يا شباب نمبرنج سيستم؟ منظومه العد تعرف من منظومه العد ديسيمال يا جماعه واحد باينري الله ينور عليك يعني ايه ديسيمال الاول؟ 10 خلينا ناخد واحد ونكمله بص يا شباب انا النهارده مش فاضي انا النهارده كل اللي هو عندكم اقول ايه؟ الكاونت ماشي احنا هنخش كونفيرت مره مساله اللي ممكن احنا ما خدناش اهم حاجه ايه؟ بس دخلنا كونفيرت مره وحطينا هنا كونفيرت دي اسمها يعني 10 يعني ايه 10؟ رقم من البيز 10 10 يعني رقم بين قوسين تحت 10 في كتب هتلاقيها كاتباها كده وبين قوسين دي تحت دي حرف دي او دي يا جماعه بيبقى 10 بس 99% كنا ده بتستخدم ايه؟ الصوره دي الصوره اللي هتبقى مستخدمه اه برضه يعني ايه 10؟ يعني كل الارقام المتاحه هم 10 ارقام ما عنديش غيرهم اللي هم ايه؟ من صفر لتسعه صفر واحد اثنين لحد ما وصلت كام؟ حد عنده ارقام ثانيه؟ طب انت قلت لي اول حاجه هنعملها نعمل ايه؟ هنتعلم نعد طب ما هي نعد صفر بعد صفر بعد واحد وبعدين أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة خلصت الأعداد نعمل إيه؟ صفة تسعة ولا بعد كده الأحاد ودي خلق عشرات الأحاد خلصت تعمل إيه؟ أصفر الأحاد وأروح أزود مين؟ واحد لعشرة بعد الأحاد كام؟ 10 عشان كده احنا صغيرين على مرة بعد العدد بعد التسعة كام؟ 10 طب بعد 10 11 الأحاد تزيد أثبت احد تزيد اثبت انا عارف انكم عارفين انا بشرح عشان هدف في دماغي انا مش بشرح عشان جسم نفضل نزود لحد 19 طب بعد 19 ازود 10 اثبت احد تزيد يبقى لا تبقى كام؟ صفر اروح ازود كام؟ 10 صعب الكلام كده؟ لحد ما اوصل لحد ما ربنا يكرمني اوصل لحد كام؟ 99 طب بعد 99 زود اثبت زود احد ما نزلش زود 10 ما نزلش ولا زود صعبه اللعبه دي؟ حد مش فاكر الكلام ده؟ ده النظام الاول
بس العشرة دي. النظام التاني رقم اثنين دايما بحب بعد التسعة اتكلم عن اكتر. اكتر يعني ثمانية. يعني ايه ثمانية؟ اساس ثمانية. يعني البيس ثمانية الرقم مطلوب في الاساس ثمانية كده او المفروض تطلبه قوة. يعني كم رقم يا شباب؟ ثمان ارقام بيمثلوا كل الاعداد اللي انت ايه هم الثمان ارقام؟ صفر صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كم أولاد؟ سبعة. خلصت الأعداد. طب تعالى أنت صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. طب بعد السبعة؟ لحد خلصت تبقى كام؟ صفر. وأروح أزود 10 بالدور؟ ما تقولش بعد السبعة 10. ركز اللي أنا بقول عشان لما تزنق في الامتحان أو حاجة تزنق في التفكير تفكر. لحد خلصت عند السبعة تعمل إيه؟ صفر احنا بنزود 10 بالدور تبقى كام؟ 10. طب وبعدين؟ 11 12 لحد ما نوصل لحد كام؟ 17. طب بعد ال 17 احد خلصت راح ازود مين؟ 10 تبقى كام؟ 20. صعب الكلام كده؟ حد عنده مشكله؟ لحد ما نوصل لحد كام؟ 77. طب بعد 77 صفر صفر واحد. صعب الكلام كده؟ حد عنده مشكله؟ في مره في الامتحان قلت له رايت النمبرز بتوين 30 بالاساس 4 200 بالاساس 4. حد عارف نعملها ازاي؟ صفر الارقام. اول حاجه الناس كام يا ولاد؟ خدناها؟ لا ما خدناش صح. مين بيظبط معايا الارقام كام رقم؟ اربعه ارقام اللي هم؟ صفر واحد اثنين ثلاثه. حد تاني؟ اربعه موجوده؟ خمسه موجوده؟ طب اللي يحط اللي بيحط اربعه خمسه نعمل فيه؟ نحل غلط. صحيح؟ يلا ابدا كام؟ طب بعد 30 وبعدين وبعدين طب بعد 33 احد خلصت تبقى صفر. حصلت خلصت تبقى صفر. هزود مين؟ وصلت اللي انت عايزه ولا لا؟ يبقى كده خلصت. شفت السؤال في الامتحان سهل ازاي؟ بص النقط اللي في ليه؟ فرق مع 33 40 وساعات الاقي 90 وساعات الاقي 80 كل واحد فرق كل واحد لحد ما يخلص. بيبقى عارف على الامتحان مش عارف بس هو مع السرحان من الامتحان او مع لبسك او زي ما انا دايما بقول لك انت بقى تعرفتها ما كتبتهاش بايدك او عملتها انت لنفسك لما تيجي اي امتحان تذاكر ممكن تبقى نسيت ما تبقاش فاهم انت عامل ازاي تلاقي نفسك ايه محتاج. فدايما انا نصيحتي ليك ما بقولكش ذاكر كتير بس اعمل نوت لنفسك. المحاضره النهارده اعمل نص ساعه بس اكتب شوف ملاحظات نفسك في ورقه. انا وانا حضرت حضرتك راح بعمل كده كل محاضره بيوم هيداني يوم كتير اقعد احطها في ورقه وقتين الحاجات اللي انا فاكرها. ليه؟ لما هاجي في اخر السنه مش هبقى فاكر اللي كان بيشرح لي كان بيقول ايه سواء عيد او مطول هبقى ناسي. فاللي هبقى موجود معايا المحاضره سواء هكتبها او واحد يجي لي عمرك ما هتفتكرها كويس لما كنت فاكرها وانت ايه؟ يوم المحاضره كل وقت. فدايما اعمل نفسك نص ساعه او ساعه بعد كل محاضره. هتلاقي نفسك الاسبوع كله عايز ساعتين او ثلاثه مش اكتر من كده. هتلاقي نفسك في الاخر مرتب. اللي هيعمل كده مش هيقل عن الجهاز. مش هيقل عن الجهاز. وجربها مع تجربه وهتلاقيها ان شاء الله مفيده جدا من النهارده. ايه تاني يا ولد؟ حد عنده سؤال دي؟ طيب. لو قلت لك بقى في الامتحان نظام سداسي نظام سباعي نظام توسيعي هتفرق معاك في حاجه؟ باينري بقى. الباينري ده بيعدي من كام لكام يا ولد؟ يعني ايه باينري يا ولد؟ يعني ثنائي؟ يعني الارقام كلها كام رقم؟ رقم في البيس 2 يعني رقم مكتوب من قوسين 2 او مكتوب من قوسين بي. كم رقم يا ولاد؟ 2 هم مين؟ صفر و1. طب عد معايا كده؟ صفر. طب بعد الصفر؟ طب بعد الواحد احد خلص ركز بقى اعمل ايه؟ صفر. الشرح اللي فات ده كله كان عشان الحته دي صفرت الاحد اعمل ايه؟ واحد 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 واحد. طب عد العدد اللي بعدها احد تزيد ولا ما تزيدش؟ يزيد لان الصفر ينفع يبقى واحد. طب اول ما الاحد تزيد اعمل ايه؟ ثبت كل اللي بعدها يبقى كل اللي بعدها ثبت. طب مش فاهم عد العدد اللي بعدها عشان تفهم احد تزيد ولا ما تزيدش؟ صفر. عشرات تزيد ولا ما تزيدش؟ ما تزيدش. ده كام صفر؟ اروح ازود مين؟ صعبه دي؟ اللي ما فهمش يركز في العدد اللي بعدها. الرقم عندي كام رقم؟ اثنين يا اما صفر يا اما اللي يزيد يتحول من صفر يبقى واحد. طب اللي ما يزيدش يرجع لرقم كام؟ صفر. صعب الكلام كده؟ واول رقم يزيد عندك ثبت كل اللي بعديه. القاعده اللي بتطلع في دماغك هتلاقيها ثابته هتشتغل كويس. يلا يا ولاد عد العدد اللي بعدها. الصفر يبقى كام؟ واحد. زاد ولا ما زادش؟ ايه اللي يحصل اول ما زود رقم؟ كل اللي بعديه ثابت. عد العدد اللي بعدها. حد يزيد؟ لا. الصفر يزيد؟ يبقى واحد. اول ما يزيد اعمل ايه؟ ما
الناس اللي نايمة الموضوع غلس بدأ يبقى مستصاب عندي العدل بعد واحد زادت ولا مزادش ايه اللي يحصل كل اللي بعدها ثابت واحد يزيد يبقى كام واحد يزيد يبقى كام صفر واحد يزيد يبقى كام صفر هذا مين صعب كده كده عندي العدل اللي بعدها واحد يبقى صفر صفر واحد صفر صفر واحد 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 عمل زي حسب الله ونعم الوكيل احد يزيد ولا مزيدش يا باشمهندس صفر يزيد ولا مزيدش باشمهندس صفر يزيد ولا مزيدش يبقى كام اول ما يزيد واحد يكسر ثابت اللي بعده امال انت كنت بتقول ده ايه واحد غيرك صح؟ ماشي. انت هتطلع من البحر. حد عايز من التاني؟ مين لسه مش فاهم؟ مين لسه بيطلع؟ قول ايه يا يوسف؟ قول اعمل ايه؟ قول اي حاجه تاني؟ قول ده خلاص. حد هنا ولا عايز يسال؟ حد هنا مش هدي؟ حد عايز يعد لسه بيطلع ممكن يعد معايا. حد لسه بيطلع؟ حد شايف الناس لسه بتطلع؟ قول. عدي عدي. انت عدد مع بعض صفر صفر واحد واحد اللي بعدها واحد صفر واحد واحد صح كده ولا عايز اي ولا في حاجه غلط واحد عيد عندك كمان صفر واحد واحد الله عليك حد لسه بيطلع تاني يا ولاد؟ ايه؟ حد بيتكلم ورا؟ قول اللي جاب الدست المايه واقف قول واحد واحد صفر 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 أربعة واحد يعني أربعة واحد في صفر ده؟ في صفر حط مكانه مين؟ واحد صح كده؟ متأكد؟ طب ايه صح كده لما طلع طب لما طلع الكاميرا ده بعيد مش حد مش حد كان طبق طب الكاميرا صح حد عمل شيء طيب دايما بقى اللي بيلخبط الناس هو مين يا شباب هو الامانه اللي بيلخبط الناس البايدو الامانه اللي بيلخبط الناس هو مين البايدو طب اللي بيغلس على الناس طب ليه بيغلس على الناس؟ كتير ليه كتير؟ 16 السادس 12 يعني رقم من اساس اتش او رقم من اساس 16 بنسميه رقم في البيز 16 يعني بيكون من كام رقم يا ولاد؟ 16 رقم طب تيجي نرقمهم كده؟ صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اشتريت 16 رقم بيوصل له 15 الراجل قال لي ما ينفعش عندك مشكله ايه؟ هو انت لما تكتب لي كده ده رقم 13 ولا ده ولا ده 3 احاد واحد عشرات ولا 13 في خانه واحده؟ بدا يبقى عنده لخبطه بدا يبقى عنده لخبطه مش عارف هو رقم احاد ولا احاد وعشرات فالارقام لحد 9 ما فيهاش مشكله المشكله بدات تظهر امتى يا شباب؟ فقام شايل 10 دي حط مكانها ايه وشايل 11 دي حط مكانها ايه وشايل 12 دي حط مكانها سي وبعدين دي وبعدين اي اف خلاص ايه يا ولاد؟ الله ينور عليك يبقى الارقام من كام لكام؟ من 0 ل 9 من سكيل ايه؟ صعب كام كده؟ حد عنده مشكله؟ طب ما تيجي نعمل صوت قول انت شاب لا مش ايه حطينا ايه مين ما هو كان عنده مشكله انا كتبت 10 دي
على 10 دي فين احد ولا 0 احد ولا 10 مش عارف بدات تلخبطه. طب يسيب مسافه في النص، طب انا كنت فاكر انا بكتب المسافه، طب بصت المسافه فبدا يستعيد عنها بالرموز، فقال لك بنسميها ايه الرموز؟ فاسهل رموز ايه؟ هي رموز الهجاء. ايه هي رموز الهجاء؟ اي بي سي دي لحد ست، بس هو مش هيشتغل لحد الاخر، هو عايز كام بس؟ ست. فبدا من ايه لحد ايه؟ صعب الكلام كده؟ حد عنده مشكله؟ واضح؟ تعالى عندي بقى ولاد، حد عندي معايا؟ صفر واحد اثنين ثلاثة لحد وصل لحد تسعة، طب بعد تسعة ايه طب بعد الاسر احد خلصت ده لسه فيها؟ تبقى كام؟ صفر واحد ولا صفر واحد تبقى كام؟ ايه يا عم؟ 10 يعني ايه؟ طب انا اشيل 10 احط ايه؟ يعني شيل احط ايه كده؟ بس الايه 10 10 غلط دي خانه واحده ايه؟ احاد لكن 10 دي احاد وعشرات. طب في فرق؟ اه فرق كبير هنعرفه المره الجايه في التحويل، هنعرفه المره الجايه في التحويل، بس انت اصلا المفروض تاخد بالك ان في فرق ماشي؟ بعد ال 10 يا شباب 11 هتوصل لحد كام؟ 19 طب بعد 19 ايه حد زيد ولا ما زيدش؟ تزيد تبقى كام؟ ايه هو مثبت 10 حد زيد ولا ما زيدش؟ مثبت 10 خلاص وصل لحد كام؟ اف طب بعدين؟ احد يزيد؟ او مصفر؟ وهم عامل ايه يا ولاد؟ 2 21 لحد وصل لحد كام؟ 29 طب بعد 29 30 لا 2 وبعدين؟ 2 هنوصل لحد وصل لحد كام يا ولاد؟ طب بعد كده؟ 30 حد مهم انا بعمل ايه؟ طب يا حد لسه متلخبط؟ جبت له مره في امتحان كمية ترم في 2000 7 8 9 دفعة 2012 12 شفت الحمد لله كويس ماشي دفعة اه والله شاطر جدا جدا ما ان شاء الله هو اكيد في دفعة كلها صح على واحد كده بس ماشي اهو 90 عايز اصلا بجد 116 صح؟ طب بعد 90 بعد 90 لحد ما اوصل لحد كام؟ 95 حد عنده شويه حد جد؟ احد تزيد ولا ما تزيدش؟ احد يزيد ولا ما زدش؟ سلام صفر طب تسعه ولا ما زدش؟ يبقى ايه؟ بص بقى نص الناس بتضغط هنا 90% الناس بتضغط هنا 100% 90% فعلا الناس بتضغط هنا اول ما زادت لسه مش متعرفه طب وبعدين ايه واحد لحد ما وصلت كام ولا طب وبعدين لحد زيد ايه ايه وبعدين ايه لحد وصل لحد اف ايه وبعدين صفر بي واحد بي لحد وصل لحد فين ولاد؟ صفر بي تسعه وبعدين لحد وصل لحد وبعدين صفر لحد وصل لحد سي تسعه تسعه صفر بي تسعه ايه لحد وصل لحد اف وبعدين بي Thank you.
الاساس 7 210 من الاساس 7 هتعملها ازاي؟ 60 61 انا قطعت له لحد كام؟ 466 طبعاً من ايه؟ لحد كام؟ 406 طبعاً من اعمل كده؟ انا في المعارك في ده انا حلو وضح لي بس اخر رقم واول رقم اخر رقم واول طلع من حته لحته لكن ما تقوليش 60 نقط 70 او نقط 10 ماشي 70 نقط هتبقى راضي عن نفسك كده؟ هتيجي ايه؟ ما هي صح؟ بالنية هتيجي ايه؟ انا عايز بس تلاحظ الانتقال من رقم لرقم حد عنده مشكلة؟ او ايش تعالى حد عنده مشكلة كده يا ولد؟ حد مش فاهم؟ الجبر اللي فاتت كده النهارده؟ هو احنا ما خلصنا؟ خلاص